السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا بشرة سارة لعملائنا اللي دائما يسألونا عن مشاريع في يلوا. اليوم بنعرض لكم مشروع مميز جدا في منطقة كوريكوي في إحدى مناطق مدينة يلوا. المشروع هذا يقع على مساحة 6000 متر مربع، عبارة عن 4 أبراج سكنية، مجموع 117 وحدة سكنية، تبدأ من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، 3 وصالة، 4 وصالة، وعندنا بعض النماذج الدوبلكس اللي لها إطلالة جميلة جدا على البحر وعلى الطبيعة. طبعا المشروع يمتاز بوجود مسبح مفتوح، عندنا مواقف سيارات مفتوحة، مواقف سيارات مغلقة، مسجد جميل جدا المجمع، وأيضا عندنا كافي خاص بالمجمع، وعندنا صالة فتنس ولياقة، وعندنا جلسات خارجية وإطلالات جميلة جدا. خلوكم معنا وشوفوا تفاصيل هذا المشروع. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن لإحدى الشقق الموجودة، وهذه الشقة عبارة عن 4 غرف صالة بنظام دوبلكس دورين. راح اشرح لكم الشقة هذه. طبعا زي ما نشوف التشطيبات جميلة جدا، لون البوية ممتاز جدا، السيراميك المستخدم جميل جدا صراحة. على يدنا اليسار مباشرة أول ما ندخل عندنا مطبخ صغير لكن مرتب بشكل جميل جدا، زي ما انتم شايفين سيراميك درجة أولى، الجرانيت، وعندنا الدواليب شكلها جميل ورائع زي ما شايفين، وأيضا نظام المكابح، وعندنا بلكونة صغيرة وخفيفة وجميلة ومطلة على البحر زي ما انتم شايفين، مساحتها 1.5 متر في تقريبا 3.5 متر، إطلالة جميلة على البحر للشقة الدوبلكس هذه. التشطيب الخارجي المجمع أيضا جميل. تعالوا الآن نشوف الغرف الباقية. عندنا هنا مباشرة على يدنا أيضا اليسار صالة مساحتها تقريبا 25 متر زي ما شايفين، عندنا الجام الفرنسي اللي لها إطلالة جميلة على البحر. المشروع هذا يبعد عن البحر تقريبا 1 كيلو فقط، وإطلالاتها جميلة جدا، أغلب الشقق فيها إطلالات بحرية. عندنا الصالة مساحتها كويسة، تمديدات المكيف موجودة في كل الغرف، نظام التدفئة نظام الفحم، نظام التدفئة نظام الغاز واصل للمشروع. عندنا بلكونة لهذه الصالة مساحتها 1.5 متر تقريبا في 3 أمتار أو 3.5 أمتار، بإطلالة جميلة جدا على الشارع وعلى البحر زي ما انتم شايفين. موقف الباصات زي ما انتم شايفين قريب من هنا قدام جينا هنا، خلينا نشرح لكم موقف الباصات، وهذا الخط اللي يربط بين مركز مدينة يلوا بقرية Çınarcık المعروفة بساحلها الجميل. تفضلوا نشوف تفاصيل باقي الشقة. نشوف الآن الغرف الموجودة. طبعا هنا عندنا إذا جينا سوا عندنا الدرج اليدي فوق، لكن قبلها نشوف الغرف الموجودة. عندنا الغرفة الأولى هنا مساحتها جيدة جدا، 3 أمتار في 7 أمتار تقريبا، ممتاز جدا، ولها بلكونة كبيرة لها خاصة فيها. نشوف الآن الغرفة الثانية، أيضا عندنا غرفة أخرى بنفس المساحة تقريبا 3 في 7، مجهزة بتمديدات المكيف وعلى إطلالة جميلة على الطبيعة. عندنا هنا دولاب موجود زي ما انتم شايفين مركب جاهز، هذا المكان يكون لغسالة الملابس. عندنا هنا حمام وبانيو يخدم الدور هذا بتشطيب جميل جدا. الآن تعالوا معنا نطلع للدور اللي فوق ونشوف إيش موجود فوق في الدور العلوي. الآن عندنا أول ما نطلع عندنا غرفتين هنا موجودة. عندنا الغرفة الأولى مساحتها 3 في 4 تقريبا، اللي تطلع مباشرة على التراس اللي راح نطلع له بعد شوية. وأيضا عندنا غرفة ثانية هنا أيضا 3 في 4، وأيضا إطلالة جميلة على البحر ولها حمام وبانيو خاص فيها، تعتبر الماستر للدور هذا. أيضا في الدور هذا عندنا حمام يخدم المنطقة هذه، حمام وبانيو يخدم الدور العلوي. الآن تفضلوا معانا نشوف التراس الجميل المطل على البحر. عندنا تراس مساحة كبيرة جدا صراحة، نقدر نقول 10 في 12 متر. شوفوا المساحة الكبيرة هذه والإطلالة الجميلة على البحر والتشطيب الممتاز، وأهم شيء عندنا التصريف. تعرفوا منطقة يلوا منطقة أمطار موسمية، بالتالي الترتيب ممتاز جدا والتصريف جيد جدا على الإطلالة اللي أنتم شايفينها خلفي على البحر والطبيعة. موقع المشروع جدا ممتاز. الآن تعالوا معنا نشوف خيار آخر من ضمن الخيارات المتوفرة في هذا المشروع. كانت هذه شقة 4 غرف وصالة دوبلكس. الآن نشوف باقي الشقق، خلوكم معنا. هذه الشقة 2 غرفتين وصالة، مساحتها 105 متر مربع صافي. طبعا أول ما ندخل زي ما انتم شايفين عندنا على يدنا اليمين الدولاب جاهز ومركب زي ما انتم شايفين، تشطيب جميل جدا. بعدين عندنا المطبخ اللي هي تكون جاهزة بالطريقة هذه بالألوان المتناسقة، وأيضا لها بلكونة بإطلالة جميلة على البحر، ممكن تشوفوها بالطريقة هذه. تقريبا مساحتها 1 في 2.5 متر. الإطلالة جدا رائعة في المجمع هذه جماعة صراحة. الآن نشوف الصالة، تفضل معانا. الصالة مساحتها تقريبا نقدر نقول 25 متر، مساحتها جميلة جدا، وكالعادة زي ما قلنا نظام التدفئة نظام الغاز، وأيضا عندنا تمديدات المكيف موجودة، وعندنا بلكونة إذا نقدر نشوفها مطلة على البحر زي ما انتم شايفين. هذه الإطلالة الجميلة على البحر والطبيعة. تفضلوا الآن نشوف باقي التفاصيل. عندنا الغرف الأخرى عندنا الغرفة الأولى مساحتها 3.5 في 7 متر تقريبا، غرفة جميلة جدا. الميزة أنه لها الشبابيك أو النوافذ كلها ماخذة عرض الغرفة بالكامل، فتعطي إطلالة جميلة وتعطي إضاءة ممتازة للغرفة. الآن نشوف الغرفة الثانية الموجودة هنا، برضو تقريبا نقدر نقول بنفس المساحة تقريبا 3.5 في 7، تمديدات المكيف موجودة، نقطة حلوة جدا. عندنا هنا حمامين الله يكرمكم زي ما انتم شايفين بالبانيو، هذا الأول وهذا الحمام الثاني اللي يخدم الصالة والغرف الأخرى. طبعا المشروع هذا في 1 غرفة وصالة، وفي 2 غرفتين وصالة، في 3 وصالة، وفي 4 وصالة، وفي دوبلكسات موجودة. الخيارات متعددة جدا في المشروع هذا، الخيارات كلها موجودة ومكتوبة أسفل هذا الفيديو. تعالوا نكمل مع بعض التفاصيل الأخرى. موقع المشروع هذا مميز جدا، وايضا مستغلين المساحات بطريقه مميزه جدا. في نهايه هذا الفيديو احب اشكركم على حسن المتابعه، لا تنسوا الاشتراك في القناه وضغط زر التنبيهات ومشاركه هذا الفيديو مع احبائكم واصدقائكم. الاسعار والتفاصيل موجوده اسفل هذا الفيديو، تواصلوا معنا لاي معلومات او خدمات. كونوا في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.